بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامج اخبارنا اللي بنتابع فيه اهم اخبار نادينا الزمالك والاخبار المحليه والعالميه. وزي ما عودناكم وزي كل يوم، لان الكلمه خبر والزمالك دايما هو العنوان، خلونا نبدا حلقتنا باهم العناوين. الزمالك على طريق الانتصارات. زيزو أسطورة زملكاوية. جوميز يرفض الراحة. وأخيرا كريم محمد في ضيافة أخبارنا. مع موضوع حلقتنا واللي حابين نعرف رأي حضراتكم عنه ومنتظرين إجاباتكم، هو فوائد فوز الزمالك على البنك الأهلي بالدوري. منتظرين إجاباتكم وتعليقاتكم على حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي أو السوشيال ميديا. مفيش شك، مباراة كبيرة قدمها فريقنا امبارح قدام منافس مش سهل تماماً. الزمالك بيفوز على البنك الأهلي وبيحصد 3 نقاط غالية جدا وغاية في الأهمية بمشوار الأبيض على المنافسة على لقب الدوري الممتاز. أداء مميز، قيادة فنية كبيرة من البرتغالي جوزيه جوميز. تفاصيل كتير عايز أتكلم مع حضراتكم فيها، خصوصا في هذه المباراة. دايما البداية بتكون من عند الجمهور. جماهير نادي الزمالك مهما اتكلمت عليها ومهما تقول عليها ومهما توصف ومهما تشرح، هتفضل هي دايما رقم واحد. في اي مباراة، في اي ملعب، في اي استاد، في اي بطولة تنده عليهم تلاقيهم موجودين. تشجيع مش طبيعي ومساندة مستمرة ودعم غير منتهي مهما كان وضع الفريق ومهما كانت ظروف الفريق ومهما كان الشكل العام للنادي. جمهور الزمالك دايما في ظهره. تحية شكر كبيرة جدا جدا لجمهور نادي الزمالك العظيم، اللي مهما قلنا واتكلمنا عنهم اكيد مش هنقدر نديهم حقهم. امبارح عايز حضرتك تركز معايا، سيناريو معتاد من جمهورنا العظيم. حتى بصوا الطفلة الزملكاوية، هما يعني الزمالك تحس ان هو دي ان ايه، الزمالك في الدم، بتتولد بحب الزمالك، حاجة بديهية بالفطرة، مولودة بحب الزمالك. والزمالك تحس ان الاطفال دي ان هما مولودين وجايين الحياة وشايفين الزمالك ده جزء ومشوار معاهم، بيكون معاهم في كل مراحل وكل فترات حياتهم من الطفولة للشيخوخة. امبارح في عز المباراة سيناريو ومفارقة حابب أكلم حضراتكم عنها. المباراة تبان إن هي صعبة ومضغوطة، وتسجيل الهدف كان مش سهل خالص. المباراة كانت تبدو معقربة لعوامل وتفاصيل كتير جدا هكلم حضرتك عليها، ولكن في ظل ان نادي الزمالك كان بيواجه ارهاق وبيواجه ظروف هنحكي وهنتكلم فيها على مدار الحلقة، ولكن تسمع هتاف الجمهور شد حيلكم يا رجالة، الدوري يا زمالك، يلا يا زمالك، وقد كان الزمالك بينجح ويسجل ويفوز في المباراة من اداء مش المتوقع لظروف عديدة. بيتعامل مع المباريات ومع اختلاف طرق اللعب للمنافسين سواء في افريقيا او في بطولة الدوري المحلية. امبارح كان شكل الفريق مختلف تماما، علشان كنا بنلاعب منافس مش سهل بالمرة. طيب تتكلم على البنك الاهلي، هو فرقة من الفرق اللي بتجيد دايما اللعب امام الكبار، والدليل كده الفوز على النادي الاهلي ونادي الزمالك تغلب عليه بصعوبة شديدة جدا.
وبمناسبة الكلام عن جوميز والجهاز الفني، عايز أروح معاكم لتفصيلة مهمة جدا، وهي الانضباط الدفاعي، المشكلة اللي كان بيعاني منها نادي الزمالك في حقبة أو في فترة أوسوريو. بقى موجود عندك لعيبة في كل مركز. شفنا كل مباراة لنادي الزمالك، والمباراة الأخيرة زيزو بيرجع بيدافع وبيغطي في كل نقطة خلف المدافعين. الحالة اللي عاملها جوزيه جوميز ان هو اولا بيطور من اداء كل لاعب، ثانيا عامل ادوار مركبة لكل لاعب عكس اوسوريو اللي كان بيكلف اللعيبة 3-4 ادوار. جوميز ممكن يكون بيكلف اللاعب اكتر من دور ولكن بيجيد في هذا المركز. بالدليل او دليل على كلامي لما شفنا زيزو رجع ورا الباك وغطى اكتر من كورة، عبد الله السعيد اللي موجود في كل حتة في الملعب دفاع وهجوم، كل لاعب ليه ادوار دفاعية. ومش سهل ان انت تلزم لعيبة هي في الاساس موجودة في التلت الاخير من الملعب كلعيبة هجومية ان انت تلزمها وتخليها ترجع وتدافع وتأدي، وفرقت بشكل كبير في الشكل العام للفريق، واكيد كمان فرقت في النتائج اللي اصبحت في الحقيقة رائعة. الزمالك لم يتعرض للخسارة في أي مباراة خلال شهر إبريل، الزمالك فاز في كل المباريات اللي لعبها خارج أرضه. الزمالك فايز بالديربي قدام النادي الأهلي بأداء ونتيجة ممتازة. من هنا عايز أقول شكرا جوميز، ولسه منتظرين منك أكتر خلال الفترة اللي جاية. حاجة مهمة تانية عايز أتكلم فيها، ويا ريت حضرتك زي ما بقولك كده تعلي صوت التلفزيون عشان احنا هنتكلم عن أسطورة حية. أسطورة حية عايشة دلوقتي داخل جدران القلعة البيضاء، ما ينفعش تعدي كده. زيزو ما بقاش لاعب عادي داخل نادي الزمالك ولا نجم ولا هداف، زيزو أصبح أسطورة، وأسطورة كبيرة من أساطير نادي الزمالك والكرة المصرية. بعد وصول زيزو امبارح للهدف رقم 77، وتعالى أقولك إيه قصة رقم 7. بيفرق زيزو عن الكابتن حمادة إمام رحمة الله عليه 7 أهداف. زيزو أصبح ترتيبه السابع في ترتيب الهدافين التاريخيين لنادي الزمالك العظيم، بيأتي خلف الكابتن حمادة إمام بفارق 7 أهداف. زيزو أصبح أسطورة كبيرة. زيزو فترة من الفترات شال نادي الزمالك ونادي الزمالك بيشيله، وعلاقته بالجمهور أصبحت علاقة غير قابلة ولا للنقاش ولا للكلام ولا حتى نقرب منها. شكرا لكل من هو حب نادي الزمالك واداله بحب وإخلاص. عايز برضو أتكلم عن جزئية مهمة أخرى وكلمتين مهمين جدا عن عبدالله السعيد وحقيقة عبدالله السعيد، إن هو حيرنا بشكل كبير. بتشوف عبدالله في الملعب تقول ان ده لاعب عنده 28-29 سنة بالادوار والتحركات اللي بتشوفها منه، وكل ده هنعرضه لحضراتكم ان شاء الله في فقرة الضيف، وهوري حضرتك عبدالله وهو موجود مع السرد باكات ورا، وهوري حضرتك عبدالله وهو بيدافع وبيجري وموجود في كل حتة داخل المستطيل الاخضر. بتشوف عبدالله اللي هو مركز 10، وعلى مدار السنين اللي فاتت عبدالله السعيد هو افضل رقم 10 في مصر. بتشوفه بيأدي كرقم 8، بتشوفه بيأدي كبوكس تو بوكس، ومش سهل خالص على لعيب بقيمة وحجم عبدالله السعيد ان هو راجل بيعمل الترانزيشن وبيودي على الجون بلمسة واحدة، تلاقيه موجود ورا مع السرد باكات، تلاقيه موجود ورا بيلم من خلف المدافعين. السن فعلا مجرد رقم. عبدالله السعيد عايز اقوله انت بتقدم اداء في لعيبة شباب مش بيعملوه. عبد الله بيدافع وبيهاجم وبيضغط في كل ارجاء الملعب وبيصنع. مش سهل تلاقي لعيب بيعرف يعمل اللي عبد الله السعيد بيعمله على مدار سنين كتير. مش بس كده، عبد الله لما بيرجع وبيدافع مش سهل ان انت تراوغ عبد الله السعيد او سهل ان انت تعدي منه. التزام بادوار تكتيكيه ودفاعيه داخل ارض الملعب بشكل اكثر من ممتع واكثر من ممتاز. الناس مستنيه الاسيستات، ولكن حضرتك برضو لازم تشوف
الراجل متوظف ازاي داخل ارض الملعب عشان يثبت انه واحد من افضل واهم وامهر اللعيبه اللي جت في تاريخ كره القدم المصريه في مركز صناعه اللعب. طيب عايز اتكلم مع حضراتكم جزئيه مختلفه شويه في فريق نادي الزمالك. اهم ما يميز فريق بحجم وقيمه نادي الزمالك هو الروح اللي بنشوفها داخل سواء اوضه اللبس سواء داخل الملعب. بنشوف سيف الدين الجزيري كان غايب عن المباراه بسبب الايقاف زي ما حضراتكم كلكم شفتم وتابعتم بسبب حصوله على الانذار الثالث. مش موجود في السكور ولكن اول الحاضرين في المقصوره عشان يدعم زمايله ويساند زمايله. ونزل بعد المباراه سلم على كل لاعب. علشان كده عايز اقول ان في روح مختلفه وجديده في الفتره الحاليه وده العادي دايما بتاع اوضه اللبس الخاصه بنادي الزمالك. روح البطولات ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه هتكون موجوده وهنشوف نادي الزمالك في مكانته الطبيعيه وهنشوف ان شاء الله نادي الزمالك على منصات التتويج المحليه والافريقيه باذن المولى عز وجل. هتكون البدايه ببطوله الكونفدراليه الافريقيه وان شاء الله بعدها نكون بنركز اكتر واكتر على لقب الدوري الممتاز. عايز اروح بيكم لبعض اللقطات السريعه اللي حصلت امبارح في مباراة البنك الأهلي وتصريحات جوميز الرائعة. بكرر تاني تصريحات رائعة. ليه تصريحات رائعة؟ اللي حصل خلال الساعات اللي فاتت ظهور بعض الأخبار وللأسف الشديد بعض الإشاعات إن جوميز زعلان من الكابتن عبد الواحد السيد لأن تم تصويره وهو بيلقي كلمات حماسية في المحاضرات للعيبة. المشهد اللي حضرتك شفته ده بتشوفه في كل فرق أوروبا في البريمير ليج في الدوري الإسباني. بتشوف بيب جوارديولا وهو بيلقي المحاضرات بحماس، بتشوف أنشيلوتي، بتشوف حاجات كتيرة جدا على مواقع التواصل الاجتماعي بعض المقتطفات من اللكتشر أو المحاضرة الفنية قبيل أي مباراة. طيب امبارح جوميز حسم الموضوع ده تماما وقال إنه ما عندوش أي مشكلة مع أي حد في نادي الزمالك أو بالتحديد مع الكابتن عبد الواحد السيد وانه سعيد جدا برد فعل الجماهير على الفيديو وان الناس قبل ما تنزل الفيديو وضحوا ان هو هيكون حاجه كويسه للجمهور وده فعلا اللي حصل. وبعد كده كان سعيد جدا جوميز من رد الفعل. فهنا ان دل على شيء بيدل على ان حضرتك لا تنساق ورا اي اخبار اللي يطلع يقول لك مشكله اللي يطلع يقول لك ازمه. بفضل المولى عز وجل مفيش مشاكل مفيش ازمات واحنا دايما هنا بنقول لحضرتك تفاصيل التفاصيل. تحيه كبيره جدا جوميز اللي كان ذكي ودايما انا هنا في قناه الزمالك ومن خلال برنامجكم اخبارنا بقول لك ان جوميز ذكي قوي في تصريحاته. بيعرف يتكلم كويس جدا راجل متكلم. في مدربين كتير كبار ولكن بيخونهم التصريح او بيخونهم بعض العبارات في المؤتمرات الصحفيه. ولكن جوميز المباراه بالنسبه له مش بس داخل المستطيل الاخضر، جوميز المباراه عنده بتبتدي دايما هفضل اقول جوميز المباراه عنده بتبتدي من البريس كونفرنس او من المؤتمر الصحفي. بيكون ذكي قوي في تصريحاته. دايما اللعيب اللي جوميز بيجيبه معاه بيكون ليه هدف. زي ما شفنا حسام عبد المجيد لما جابه عايز يقول له ان انا هعتمد عليك بشكل كبير. عايز يقول له ان انت رجعت وان انت بتجيب مستواك. طيب فيما يخص جوميز نفى الشائعات تماما والاخبار المغلوطه بشكل واضح وصريح. وانا عايز اقول ان جوميز مش بس ذكي في تصريحاته ولكن ذكي في التعامل مع كل ما يقال عن نادي الزمالك. اصبح للفريق شكل لان هو معاه مدير فني كبير. وهنا لما نيجي نتكلم على اي مدير فني لازم تبص لهويه الفريق تشوف الراجل ده عامل ايه مع الفريق. انت بتتفرج دلوقتي على الزمالك مع جوزيه جوميز حدث ولا حرج. يمكن اول فتره ليه مع الفريق ما كانتش لسه اللعيبه اعتادت على طريقه اللعب وده عادي وطبيعي. لكن بمجرد ما حصل الادابتيشن او الانسجام بقى ليه شكل والراجل قدر ان هو يطبق الهويه التدريبيه بتاعته مع لعيبه نادي الزمالك، قدر ان هو يتعامل في اكتر من ملف بطريقه رائعه، ملف الغيابات. سواء لعيبة مصابة سواء لعيبة مش مقيدة في القائمة الإفريقية بيعرف يوظف اللعيبة في أماكن كتير وفي مراكز كتير مختلفة
كل ماتش بنشوف اصابات جديده، ولكن انا وانت والناس اللي في الاستوديو وكل المشاهدين وكل المتابعين مش بنحس ان في لعيب غايب. في النهايه عايز اقول ان احنا الحمد لله على الطريق الصحيح، عندنا مباراه مهمه جدا قدام سموحه يوم الاحد اللي جاي باذن المولى عز وجل، هنكسبها وان شاء الله 3 نقاط من نصيب الفارس الابيض. هنبتدي بعد كده ان شاء الله نركز على بطوله الكونفدراليه والنهائي قدام نهضه بركان، ويكون كل تركيزنا هو التتويج بالبطوله الافريقيه ان شاء الله. تعالوا نطلع نشوف التقرير ده عشان نرجع منه ونبدا اخبارنا. بجد ترحيب بحضراتكم من جديد. الجهاز الفني لفريقنا بقياده البرتغالي جوزيه جوميز رفض حصول اللاعبين على راحه من التدريبات. لسه مكملين مع جوزيه جوميز اللي كان حريص على توضيح العديد من الامور بعد مباراه البنك الاهلي، ابرزها عدم وجود اي خلاف مع الجهاز المعاون ونفي تماما وجود اي ازمه مع الكابتن عبد الواحد السيد مدير الكره، وقال ان علاقته رائعه بالجميع عشان جوميز دايما يكون بيرد على اي شائعات، ذكي في تصريحاته، ذكي في التعامل مع الصحافة ومع السادة الإعلاميين، بيعرف يحتوي الجميع، راجل بيعرف يدير أي أزمة. وبالمناسبة الحتة اللي انتوا شفتوها أو الأجزاء اللي انتوا شفتوها من المحاضرة بنشوفها زي ما قلت لحضراتكم في كل ملاعب وفي كل الدريسنج رومز أو أوض اللبس في أي فريق في العالم. تعالوا نسمع ونتابع تصريحات جوزيه جوميز. Was a difficult game like all the games in Egyptian league. كان ماتش صعب يعني زيه زي ماتشات الدوري المصري كلها. National Bank start the game in a different way that they start against, for example, Pyramids and Ahly. البنك الأهلي بدأ المباراة بطريقة مختلفة عن بدأها في ماتش بيراميدز يعني مثلا والأهلي. So they came to press us, to reduce the spaces, to put us out of our game style. جايين يعني يضغطوا علينا ويستخدموا المساحات عشان يطلعونا بره طريقه اللعب بتاعتنا. And we guess it, we knew it. واحنا كنا عارفين كده وكنا حاضرين كده. We knew it and we prepared for it in a different way. وحضرنا بطرق مختلفه. So I know that you make these questions. عايز لو هتسالوا السؤال ده. That we start the game without striker. ان احنا بدانا الماتش من غير مهاجم صريح. But unfortunately, because we got some injuries, we don't know from this game if could result or not. يعني بعد الإصابات ما عرفناش إن إحنا هناخد النتيجة من الشكل اللي إحنا لعبنا بيه ده ولا. Anyway, I'm happy because in some moment of the game the players they show maturity and knowledge and intelligence enough. هم أول مبسوطين جدا باللعيبة إن هو كانوا أذكياء جدا في بعض الأوقات إن هم يخلوا معاه 3 بونت. 3 very important. 3 نقط مهمين جدا. Not exactly the trip because مش الرحلة يعني بالظبط. Our board directors gave everything that they could. الإدارة ادت كل حاجة يقدروا يعني يعملوها عشان يخلوا اللعيبة تقدر تعمل استشفاء كويس. لكن الحرارة demands from the player's body more energy. الحرارة بتاعت الجو طبعا رطوبة خلت اللعيبة تعبانة أكيد. وأنتوا كنتوا حاسين كده في الماتش تحس إحنا كنا حاسين طبعا اللعيبة تعبانة جدا في الماتش. And sometimes when we are tired بعض الوقت لما نكون طبعا تعبانين small details that we cannot control. الحاجات الصغيرة ما نقدرش ان the injuries can come. الحاجات الصغيرة sometimes it's just because the hydration level reduce a bit and the muscles suffer. But I think it's nothing serious and they will recover quickly. يعني هو بقول لك بعض الأوقات مش هنقدر نتحكم في الحاجات الصغيرة، الحاجات الصغيرة دي ممكن تخلي تعمل إصابة، لكن هو أعتقد إن شاء الله تبقى في أقرب وقت ممكن يرجعوا ويبقوا كويسين. But of course changing the players in the first minutes. طبعا اكيد يعني تغيير اللعيبه في الاداء الاولى يعني. Not only change all the match plan but also reduce the possibility to make something during the game. يعني طبعا يعني ما غيرتش خطه اللعب كله لكن خلتنا عندنا برضو مش قادرين نشتغل بالطريقه اللي احنا كنا بنتمرن عليها 100%. What you prefer for Samsung 10 or 9? Is this
is a forward player. هو لعيب يعني able to play different positions. بيلعب في أماكن مختلفة. His strongest point is the capacity to hold the ball. النقطة القوية بتاعته إن هو يقف يحط الكرة تحت رجليه ويقف عليها تحت الضغط. He's not the kind of striker that is asking the ball all the time in behind. مش نوعية المهاجم اللي بيطلب الكرة على طول في المساحات. He's a player that receives the ball and left it. اللعيب اللي هو بيستلم وبيلف وبيعمل. So he can be used as I can say 9.5 and 9. يقدر يقول لك يعني ممكن يستخدمها 9.5. هو اللعيب من بين المهاجم 10 أو 9. وهو اشتغل كويس. He controlled well, he turned. استلم كويس ولف كويس وكسب بنالتي. He gave a positive impact to the game. وعند انت حاجة إيجابية للمباراة. But Nasser is not out of my plan. If he was out of my plan, Nasser يعني مش برا خطته طبعا. He was not on the bench. لو برا خطته مش هيبقى موجود على الدكة. But even if I wanted a lot, I just could play with 11. So هو طبعا هو نفسه يلعب بأكتر لكن هو في الآخر ما يقدرش يلعب. When I decided to put Dunga, Abdallah. ما بيقرر يحط دونجا وعبدالله. And Andy. حمدي. It's difficult to include. Shayata in this option. صعب إن أنت تحط شحاتة معاهم. I'm very happy with Shayata. Is when he's entered from the benches. هو مبسوط جدا من شحاتة لما نزل. He's giving good things. بيدي حاجة كويسة جدا. And also I like the way that Ziad played the last game. وحب الطريقة اللي لعب بيها زياد الماتش اللي فات. So the good thing is we have options. الحاجة كويسة اللي إحنا عندنا أوبشن يعني كتير. لو حضرتك هتسألني عن رأيي في تصريحات جوزيه جوميز. فأنا عايز أضيف لقب جنب كوتش أو مدير فني. الراجل ده في الحقيقة تحس إن هو دكتور في التنمية البشرية. جوزيه جوميز في كل المباريات اللي كسبها مع نادي الزمالك وآخرهم مباراة البنك الأهلي لما يجي ينسب الفوز دايما ينسبه لثلاث جهات. أول حاجة جمهور الزمالك، اللعيبة، مجلس الإدارة. امبارح جوزيه جوميز قال أنا بشكر اللعيبة لأن هم السبب في الفوز بهذه المباراة، لأن هم عارفين قيمة هذه المباراة أو عارفين قيمة الثلاث نقاط. جوزيه جوميز ما اتكلمش قال أنا عملت أو سويت أو أجريت أو عدلت، قال لك إيه اللعيبة. ده رقم واحد. رقم اتنين، أشاد بدور مجلس الإدارة في توفير كل شيء عشان يكون في ريكفري سريع للعيبة. لو هتسألني عن تصريحاته هقولك إن هو في الحقيقة من أفضل المديرين الفنيين اللي جم في الدوري المصري من حيث التصريحات والتعامل مع الإعلام. تصريحات في منتهى الذكاء والرقي من جانب جوزيه جوميز. طيب خلونا نستقبل الكابتن محمد صلاح نجم نجوم نادي الزمالك السابق عشان نعرف منه، لسه مش جاهز معانا. طيب ده فيما يخص جوزيه جوميز وتصريحاته، وبرده عجبتني جزئية ان هو بيتكلم على المشاكل اللي كانوا بيواجهوها هناك، ولكن هو بيتكلم من موقف قوة. هو الراجل كسبان وعامل نتيجة، يمكن كسبان كل المباريات خارج أرضه، عامل نتيجة إيجابية، ماشي بشكل كويس جدا في البطولة الكونفدرالية، وبرضه بيتكلم في هذه الأجزاء وهو من موقف قوة. تفرق كتير لو هو بيتكلم كده وهو مغلوب. لا، الراجل كسبان وكسبان كل مبارياته خارج أرضه، إذن هو بيتكلم وهو منتصر أو هو كسبان. لما اتكلمت مع بعض وجزء من لاعبي ونجوم نادي الزمالك عن الاجواء هناك قالوا لي يعني احنا يمكن من اول ما وصلنا لغايه ما مشينا حاسين ان احنا قاعدين في ساونا. فخلونا نستقبل نجم نجوم نادي الزمالك السابق الكابتن محمد صلاح عشان نعرف رايه في تصريحات جوزيه جوميز ورايه في هذه المباراه. كابتن صلاح دايما بتشرف بوجود حضرتك معايا. حبيبي ربنا يسعدك يا حبيبي، منور، اخبارك ايه؟ وحشنا يا كابتن. ربنا يخليك وانت كمان. يمكن كنت بتكلم يا كابتن على تصريحات جوزيه جوميز وان هو دايما بينسب الفوز في اي مباراه للجمهور وللعيبه والاعضاء مجلس الاداره، عمرك ما تلاقي له تصريح ان هو بينسب الفوز فيه لنفسه. يعني ما دي على فكره ده مش ذكاء، جزء من التدريب، خلي بالك. نعم. نسميه الناحيه النفسيه. لما يجي يقول انا، ما هو مش لوحده، لكن لازم يقول المنظومه هو في الاخر. صحيح. وخد بطوله كسب بتنسب ليه بصراحه يعني كمدير فني، ولكن هو ذكاء من بتاع البصمات يعني بتاع الرسام في اخر رتوش بيعملها. صحيح. عشان تكسب. وخلي بالك احنا مش عايزين بس نحسد نفسنا على حاجه، كلنا ايد واحده.
التكاتف اللي بين الاربع قوائم اللي انت تقول عليها دي، ما اعتقدش ان في ناس مستنيانا نحن مثلا. امبارح بيخبطوا في عبد الله السعيد، انت مالك عبد الله بيلعب كويس ولا وحش؟ انت مالك كابتن صلاح؟ حضرتك كنت مدرب لنادي الزمالك في فتره من الفترات او مدير فني لنادي الزمالك، فبتشوف ازاي الادوار اللي بيلعبها عبد الله السعيد؟ يمكن تلاقي عبد الله ورا السرد باكات وبيلم من ورا الباك وبينزل وبيدافع، ادوار كبيره جدا ليه، وكان عبد الله السعيد 28 29 سنه. شوف انا هقول لك على حاجه، خلينا نتكلم بامانه، عبد الله ممكن ما يكونش مرتاح في المركز ده، لكن بيحاول يأدي فيه لان عنده خبرات. صحيح. وبعدين احنا جربنا طارق وساسي، نعم، ونجحت. دونجا وعبد الله ممكن تنجح، دونجا وشحاته ممكن تنجح، صحيح، لكن ليه الناس باصه للعيبه اللي عندنا؟ يعني ايه؟ عبد الله سعيد لعب وحش، او بلاش وحش، عبد الله سعيد ما كانش بيلعب كده في الاهلي. عبد الله سعيد بقاله من الاهلي كام سنه، 5 6 7 سنين، فالمقارنه صعبه، لكن هو بيأدي اللي بيقول عليه جوزيه جوميز، وهي دي حقيقه. رغم الاختلاف او ان انا عدم الرضا في اللي انا العب في المركز ده، لكن بيأدي، ويكفي ان هو بيلعب 90 دقيقه، انت عايز اكتر من كده ايه؟ صحيح. وهو من النوعيه اللي زي ناصر وزي سيف جعفر، ان بيلعب في اسبوعين واسبوع لا، اسبوع واسبوعين لا، لان ما بيلعبش في افريقيا، فدي تتحسب له ان هو بيلعب 90 دقيقه، لان هو بيحاول تبقى عنده نوع من الاجاده. وبعدين احنا دلوقتي الراجل عمل حاجه كويسه قوي، ان انت عندك كم من اللعيبه بيلعبوا كوره، بيلعبوا كوره، تفرق كتير جدا ان العب كرات طوليه وان العب كوره زي الزمالك القديم الفن والهندسه. صحيح. فرق بين كونك لاعب محوري او لاعب باسير شاطر بتلعب على الخط بس. زي مثلا هنقول احنا الناس قالت سامسون ده يمشي وما يمشيش واعاره مش اعاره، انا بقول لك، انا بقول لك من الفراوده كويسين جدا، لو لعبوا كتير هيفرقوا كتير جدا مع الزمالك. بدا يدي اماره يا كابتن يعني. ويكفي ان الراجل النهارده مثلا في المؤتمر امبارح ادى نبذه عن سامسون مميزاته ايه. صحيح. وعلى فكره الجون اللي جابه ده ضربه الجزاء بيعملها كتير جدا. يعني الصدفه. فهو عنده حاجات لازم نستغلها. لان هو هيتعاون مع سيف جعفر، سيف جزيري، ومع ناصر. هي المشكله في ايه؟ ان الناس مش لاقيه لك حاجه، احنا خالص مش لاقيه لك حاجه. يعني بيشككوا في ضربه الجزاء، واحنا قلنا الحكم يحسبه. اعتقد يا كابتن رئيس لجنه التحكيم امبارح كان على قنوات اون تايم سبورتس واكد صحه ضربه الجزاء، يعني مفيش حد اعتقد يعني يقدر. خلي بالك الحكم مش لوحده، احنا انت عندك الفار والمعاملين، وعندك وعندك. صحيح. لا وعيد وما تعيدش. ده الراجل على فكره، ده انا كنت بلوم، رغم ماليش دعوه بجوميز وجهه نظره ايه، انا بلوم ان هو ما لعبش سامسونج من الاول. كان ضغط على محمد عبد الغني بيلعب التسعه ونص يا كابتن بقى بشكل اكثر من ممتاز، عملها حلو قوي الماتش اللي فات. صح. فده هتستغله في الفتره الجايه. طيب اخد من حضرتك تعقيب على الاداء الفني لنادي الزمالك في هذه المباراه. مع كل اللي قلته لك ده انا جيد جدا طبعا على فكره، بس هو اللي الناس مش شايفاه الاستغلال الفرص اللي ضاعت امبارح، كان ممكن يطلع 5 وكان ممكن الزمالك يخش فيه 2 3. ودي بقى عشان بقول لك الجهاز لازم يتدارك الاخطاء دي. ان لعيبه الزمالك في ظل الظروف، السفر غانا رايح جاي وماتشات بعد 3 ايام وهتلعب بكره تاني، انا بقول لك كتر خير اللعيبه دي. صحيح. وكتر خير الاصابات عندنا بقت قليله شويه، رغم ان انا عايز اطمن على شلبي وعلى الدناري، لكن نتمنى ان الله ما يكونش عندنا اصابات، لان اللي جاي اصعب باذن الله في كل الماتشات اللي احنا هنشوفها. اخيرا يا كابتن، بنشوف ازاي الالتزام الخططي والتكتيكي من جانب كل لاعيبه نادي الزمالك بتطبيق فكر وطريقه لعب جوزيه جوميز، بالذات زيزو، بنشوف زيزو وعبد الله كمان بينزلوا بيلعبوا في مراكز سرد باك، وبينزل يلعب كباك، وبينزل يغطي ورا السرد باكات، وبنشوفهم في كل ارجاء الملعب. شوف الالتزام والانضباط اللي عمله جوميز بالنسبه لكل جميع اللعيبه، جميع اللعيبه. صحيح. هيخوفك اذا لم تنفذ فانت مش هتلعب. فحاول تنفذ عشان تلعب، ودي قاعده كويسه جدا. يعني احنا بنتمنى، يعني انا ما بحبش الاجانب، لكن كمصريين لو التزمنا بالقصه دي هتبقى عندنا انضباط وعندنا التزام كويس قوي. لكن الاجانب دايما بيبقوا بيفوزوا بالنقطه دي لان هم اجانب، يعني الناس بتخاف شويه، اللعيبه بتخاف،
يقول لك لازم اعمل عشان العب. فنتمنى ان كل اللعيبه تبقى على النهج بتاع ابو ميز، لان احنا عايزين ناخد بطولات وخاصه الكونفدراليه ان شاء الله. دايما متعلق بتصريحاتك يا كابتن، وبشكر حضرتك دايما. شكرا جزيلا. شكرا يا كابتن، شرفت ونورت. تصريحات في غايه الاهميه لما تيجي من راجل مدير فني او كوتش، فهو هنا بيتكلم من موقع او كان في يوم من الايام في موقع المسؤوليه، فهو هنا بيقول لك حاله الانضباط اللي بيفرضها المدير الفني داخل اوضه اللبس بتنعكس على اداء اللعيبه في الملعب، وهو ده اللي حاصل دلوقتي في تيم نادي الزمالك. الالتزام بكل الادوار التكتيكيه من كل اللعيبه في الحقيقه حاجه بتحسب بالتاكيد للعيبه، ولكن ايضا لجوزيه جوميز ان هو قادر يوصل فكره ويخلي اللعيبه كمان تطبقه داخل ارض الملعب. نروح للمصابين، وللاسف عندنا اصابات كتير. الجهاز الطبي بدا في تجهيز بعض اللاعبين على امل الحاق بمباراه نهائي الكونفدراليه الافريقيه. للاسف شيكا هيغيب عن النهائي بسبب الاصابه في العضله الاماميه. سلامات يا شيكا. وفي محاولات لتجهيز نضاي ومصطفى شلبي والزناري لمباراه نهضه بركان. بنتمنى ان شاء الله السلامه لكل نجومنا، ولكن في خبر او في يعني جانب كده او بصيص من الامل ان نضاي ممكن ان شاء الله يكون جاهز بنسبه 100%، لان في اللحظه اللي انا بكلم حضرتك فيها نضاي بيشارك في التدريبات الجماعيه لنادي الزمالك. عقبال الباقي ان شاء الله. طيب، جوزيه جوميز كان تسلم تقرير مفصل عن فريق سموحه قبيل المواجهه يوم الاحد اللي جاي ان شاء الله، عشان يحط ايده على كافه النقاط فيما يخص نقاط القوة ونقاط الضعف للمنافس، وعشان يحط بقى الخطة يبتدي الراجل يشتغل بالتشكيل الأنسب للمباراة والوقوف على طريقة اللعب المناسبة. لأن بيعجبني قوي قراية جوزيه جوميز للخصم وطريقة التعامل، حتى لو هو مش موفق في مباراة من بدايتها، ولكن بيقرأ الجيم بدري وبيقدر ان هو يصحح الأوضاع في كل المواجهات اللي شفنا فيها نادي الزمالك. والدليل على كلامي هو النتيجة والأداء. نروح للجهاز الفني لفريقنا اللي كان ليه تقرير خاص عن كافة الأخطاء، حضر تقرير خاص عن كافة الأخطاء اللي الفريق وقع فيها أمام البنك الأهلي. وده هنا بقى بدري كده الراجل عايز يحل المشاكل وعايز يتفادى تكرارها خلال الفترات اللي جاية بإذن الله، عشان لا وقت للخطأ. ده فيما يخص أخبار فريقنا. تعالوا نروح لمجموعة من الأخبار المتنوعة. البداية من عند منتخب العراق الشقيق، اللي طبعا منتخب العراق الأولمبي اللي تأهل لأولمبياد باريس 2024 بعد حصوله على المركز الثالث في كأس أمم آسيا تحت 23 سنة بعد فوزه المثير جدا على منتخب إندونيسيا 2-1. بكده هيلاعب منتخب العراق أو هيلعب في المجموعة الثانية في الأولمبياد اللي بتضم الأرجنتين والمغرب وأوكرانيا. وسبق لمنتخب العراق أنه شارك في 5 مرات في دورة الألعاب الأولمبية أعوام 80 و84 و88 و2004 و2016. حصل نجم مانشستر سيتي الإنجليزي فيل فودن على جائزة أفضل لاعب لعام 2023 في الاستفتاء اللي بيخص رابطة اتحاد كتاب كرة القدم، بعد المستوى المميز اللي قدمه الموسم الماضي واللي ساهم في تتويج مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا. فودن حصل على أعلى نسبة من الأصوات بواقع 42%، متفوقا على رايس نجم أرسنال ورودري لاعب السيتي. وفودن نجح في تسجيل 24 هدف خلال 47 مباراة، وقاد السيتي لوصافة جدول ترتيب البريمير ليج برصيد 79 نقطة وله مباراة مؤجلة. بالمناسبة محمد صلاح لاعب منتخبنا الوطني وليفربول الإنجليزي فاز بنفس الجائزة عام 2022، ده كان للمرة الثانية بعد ما توج بيها في 2018 لما التحق بصفوف الريدز، كان الموسم الأول ليه على ما أتذكر، وساعتها قالوا جملة وان سيزن وندر وأصبح أحد أساطير البريمير ليج وأساطير الكرة في العالم.
ده فيما يخص البريمير ليج. عايزين نتكلم برضو على النجم الارجنتيني ليونيل ميسي لاعب انتر ميامي اللي برضو فاز بجائزة افضل لاعب في الدوري الامريكي لشهر ابريل لاول مرة، وقاد النجم الارجنتيني فريقه لتحقيق 3 انتصارات وتعادل 1 خلال 4 مباريات، كان فيهم هو النجم الاول، والنجم الاول بمعنى الكلمة. نجح في تسجيل 6 اهداف وعمل 4 تمريرات حاسمة. انتر ميامي بيتصدر جدول ترتيب مجموعة الشرق في الدوري الأمريكي برصيد 21 نقطة بفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه. بالمناسبة نادي انتر ميامي اللي بيلعب فيه ميسي هو بيمتلكه النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام. ده فيما يخص ميسي. عايزين نتكلم على فرنانديز برضو نجم مانشستر يونايتد اللي فاز بجائزة أفضل لاعب في مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال شهر إبريل، ونجح طبعا البرتغالي في تسجيل 7 أهداف وعمل تمريرتين حاسمتين خلال 6 مباريات خاضها في شهر إبريل الماضي. أعلن ماركو رايس أسطورة بروسيا دورتموند الألماني. في لعيبة كده لما تفكر فيها تفتكر فرقة معينة، منها الراجل اللي على الشاشة قدامكم ده ماركو رايس، تقريبا عمره كله داخل بروسيا دورتموند. أعلن خلاص إن هو هيغادر الفريق بنهاية الموسم الجاري. تصريحات رايس كانت بمنتهى يعني الحزن. الراجل بيقول لقد قضيت 12 عام في هذا الملعب مع العديد من اللحظات الرائعة. النادي وأنا توصلنا لقرار أنه لن يتم تجديد عقدي، وهذا يجعلني فخورا للغاية. من الصعب أن أجد الكلمات المناسبة، لكن كان علي أن أخبر الجمهور أولا. مازال لدينا هدف، نريد الذهاب إلى ويمبلي، نريد أن نعيد لقب الشامبيونز ليج لدورتموند مرة أخرى. مسيرة طويلة، مسيرة كبيرة من مارك رويس مع دورتموند خلاص بتأتي إلى نهايتها، وبالتأكيد اللحظات دي بتكون صعبة جدا سواء على اللاعب نفسه أو الجمهور. تقارير صحفية كشفت عن اجتماعات بين مسؤولين في أندية الدوري الإنجليزي أو البريمير ليج مع مسؤولين في الكرة السعودية عشان يتم بقى مناقشة الترانسفير ويندو أو سوق الانتقالات. الدوري السعودي عايز يعزز من الصفقات، عايز يجلب صفقات جديدة للدوري السعودي. ده وفقا لصحيفة الشرق الأوسط السعودية اللي ذكرت في تقريرها ان غالبية الأندية او اغلبية الأندية السعودية بتتحرك في الترانسفير ويندو او سوق الانتقالات لرفع الجودة او الكواليتي بتاعة اللعيبة، وهي بتتلخص في استقدام او استقطاب لاعبين افضل مع زيادة عدد الأجانب في الدوري لعشر لاعبين بشرط وجود ثنائي من مواليد 2003. وكشفت الصحيفة ان المدير الرياضي السابق لنادي مانشستر يونايتد عرض عدة لاعبين للبيع على رأسهم كازيميرو ولوكاكاو مهاجم تشيلسي، بالإضافة الى لاعب أرسنال توماس بارتي. ان شاء الله بإذن الله كل التوفيق لأشقائنا في السعودية، عاملين طفرة كبيرة. بتتكلم ان الدوري السعودي دلوقتي بقى بيضاهي او بيحاول ان هو ينافس الأندية او الدوريات الأوروبية، والفرق في أوروبا دلوقتي بقت في قصة العقود دي، بقت تعمل ريستريكشنز على العقود او تحاول ان هي تقفل العقود بشكل قوي جدا خوفا من قصة الشرط الجزائي. الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد اكد في البريس كونفرنس او المؤتمر الصحفي لمباراة قادش اللي هتقام غدا في الأسبوع الـ 34 من الدوري الإسباني عودة تيبو كورتوا لتشكيل ريال مدريد الأساسي لأول مرة منذ التعافي من الإصابة الطويلة اللي تعرض ليها. وأنشيلوتي كمان قال إن كورتوا هيلعب أساسي في مباراة الغد، وقدر ميليتاو أو ميليتاو هيشارك إن شاء الله في اللقاء لأنه بحاجة إلى تتابع او ان هو يكون في نسق في المباريات ويقدر ان هو يكون في
التشكيل الأساسي لريال مدريد في الفترات اللي جاية. بكده نكون خلصنا أو خلصنا أخبارنا. طبعا أنا بقول خلصنا لأن أنشيلوتي أنا راجل بحب برشلونة جدا جدا يعني، فالراجل الدنيا ماشية معاه الله أكبر، ما تفهمش إيه اللي بيحصل مع أنشيلوتي وريال مدريد. ولكن خلونا نطلع لفاصل عشان نرجع ونستقبل ضيفنا اللي هيكون موجود معانا إن شاء الله، المحلل الكريم محمد اللي هنتكلم معاه في العديد من الأمور الفنية فيما يخص مباراة البنك الأهلي ومباراة سموحة بإذن الله. من جديد بجدد الترحيب بحضراتكم مره ثانيه، مشرفنا ومنورنا المحلل الكريم محمد كريم. مساء الفل. ازيك يا احمد؟ مساء الورد. ازيك عامل ايه؟ وتحياتي طبعا ليك ولكل جمهور الزمالك. ثلاث نقاط مهمه جدا لنادي الزمالك في مشواره في الدوري، عايز اتكلم معاك عن اهم الايجابيات في هذه المباراه من وجهه نظرك. يعني هو ثلاث نقاط طبعا مهمين، يعني مليون في المية النهارده لما لسه راجع من الماتش كمان ولعبت ماتش ذهاب وعوده مع فرقه وكانت مضغوط بشكل كبير جدا بعد التعادل هنا في الماتش الكونفدراليه. فلسه راجع من سفر طبعا لعب في غانا والاجواء اللي احنا كنا فيها ودرجه الحراره، يعني احنا كنت انا بحلل الماتش في الراديو كان معانا دكتور حسام المندوب معانا في المداخله بقول لك الجو في التكييف هناك صعب جدا فما بالك في الملعب يعني، ودي نقطه مستر جوزيه جوميز اتكلم فيها. صحيح. قال ان اللعيبه مرهقه الى حد كبير يعني، فانك انت ترجع ممكن يكون اداءك ما كانش افضل شيء يعني، ولكن اهم حاجه ثلاث نقاط. لازم كمان ماتش سموحه، عايزين نروح ماتش نقطه بركان وانت فايز ومحافظ على فرق النقاط ما بينك وما بين النادي الاهلي. خلاص الدوري كمان اصبح قريب جدا. فكره ان انت بتعمل سلسله انتصارات دي بتخلي فيه ثقه كبيره جدا ما بين الجمهور واللاعبين والجهاز الفني، الانظمه كلها بتبقى ماشيه بشكل كويس. مش هقول الكلام المرسل بتاع الفوز بيجي فوز والكلام ده، ولكن هو بيأثر بشكل كبير على الجانب النفسي ودي اهم حاجه خلال الفتره دي. وكمان في لعيبه ظهرت، يعني سامسونج بيأكد لنا انه ممكن يكون لعيب اضافه الفتره المقبله، احمد حمدي اضافه كبيره جدا، كان واحد من افضل او وجهه نظري افضل لاعب في الماتش، فالماتش كله مكاسب، واهم حاجه بالنسبه لي الثلاث نقاط انك تحافظ على عدد النقاط ما بينك وما بين النادي الاهلي يعني. صحيح. طيب فيما يخص اداء بعض اللاعبين والالتزام بالنواحي الخططيه، زي ما شفنا لعيبه بتلعب في الثلث الاخير من الملعب بترجع تغطي وراء المدافعين وتلم وتستخلص كرات زي عبد الله وزي زيزو. يمكن زيزو الطبيعي بتاعه ان هو عنده الالتزام والانضباط التكتيكي، يعني عمري ما حسيت ان هو بيتعامل بفكره ان انا احسن لعيب في مصر او انا احسن لعيب في الفرقه، دايما عنده التزام وعنده انضباط. وهي الكره بقت يعني اللي ما كانش طبيعي اللي كان بيحصل زمان في الكره المصريه، الناس في اوروبا من 40 سنه بيقول لك احنا بنلعب يعني ايه منظومه دفاعيه، كل لعبة بتدافع، المهاجم بيدافع والوينجرز بيدافع، لان الكرة التطور الكبير لما اللي حصل. انا عذرا على المقاطعه، ولكن لما تشوف اللعيبه دي مش بس بتدافع، اللعيبه دي بتستخلص كرات من مناطق حساسه جدا داخل ارض الملعب. ما هو النهارده الفكره ان انت على طول عنده الحلول وعلى طول بيوجد البديل وبيكون موفق، وده المهم. ما المدرب ما بيجي يحط القائمه النهارده او سكور للماتش يا احمد بيبقى حاطط دايما البدل، يعني حاطط عامل في حسابه ان لو النهارده عايز اغير زيزو او حصل حاجه او شلبي او جزيري بيبقى دايما حاطط عمق شويه في السكور بتاعه، ده طبيعي جدا. ده حتى المدربين يعني النهارده لما بنيجي نشتغل في بدايه الموسم في اي فرقه واحنا بنجمع اللعيبه اصلا واحنا بنعمل الماركاتو بتاعتنا، لازم بنبدا نشوف في كل مكان، نبدا نجيب لاعب واثنين وثلاثه في كل مركز، وده الطبيعي ان هو الراجل بيوفر. في مدربين ممكن ما يحطلكش غير اثنين سنتر باك بس في القائمه، فواحد يتصاب تلاقيه جايب لك بقى مهاجم ولا حاجه ولا لعيب نص ملعب بيلعبه، فدي حاجه تحتسب للراجل ان هو دايما جاهز ودايما عامل يعني حاطط كل الاحتمالات وما بيسيبش حاجه للصدفه خالص. فبشوف ان جوزيه جوميز كمان فكره ان انت بتخسر اهم لعيب في مصر، ده مش في الزمالك بس، زيزو في ماتشين الاهلي كمان، ماتش الكاس وماتش الدوري، وانت كنت في الماتشين افضل كمان من النادي الاهلي، فدي حاجه اكيد تحتسب، اكيد دي بتوضح او بتدل ان الراجل ماشي بشكل كويس، وان الراجل ما بيجي يحط السكور ما بيحطش السكور كده وخلاص، لا بيبقى ليه معايير معينه يعني. تتفق معايا ان جوزيه جوميز بيجيد الاستفاده القصوى من كل لاعب في سكور نادي الزمالك؟ لان كمان فكره ان انا بلعب الاهلي النهارده فانا عارف ان الاهلي ممكن يلعب بدفاع متقدم بالنسبه لي، فلعبت الجزيري فممكن بلعب ماتش تاني عارف ان الفرقه دي هتقف تحت الكوره نسبان، فممكن ما يبقاش الجزيري ممكن يبقى مهاجم تاني. فدي فكره انت عندك مرونه تعرف تتعامل مع كل مباراه على حسب الخصم بتاعك بيلعب ازاي وعلى حسب المشاكل اللي عندهم، فدي حاجه اكيد تحتسب للراجل. عايز اتكلم معاك عن مرحله ضغط المباريات القادمه باذن الله، بتشوف ازاي جوزيه جوميز او كيف يتعامل جوزيه جوميز مع ضغط المباريات من النواحي الفنيه؟
مش جوزي جوميز هنا بقى المدلكين هنا يعني المدلكين في الاوقات اللي زي دي بيبقى اهم من المدير الفني ممكن. قصدك الريكفري يعني؟ يعني يعني الاستشفاء الريكفري بس المدلكين لان اللعيبه دي بتبقى يعني عارف العضله بتفضل تاخد اكسجين يعني بتاخد حمل 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 كان بالظبط ممكن تنفجر فاللعيبه دي ريكفري كتير جدا والمعد البدني طبعا يعني احنا هو المعد لما شفنا اللعيبه بتاعتنا برده واقفه على رجلها بشكل كبير جدا دي حاجه بتحسب لمحمد مدحت رحمه الله عليه يمكن لاعيبه نادي الزمالك كانت واقفه على رجلها في ظل اجواء وفي ظل ظروف وارضيه ملعب صعبه جدا ولكن اللعيبه واقفه وناشفه وبتادي وبتقاتل وفايقه بدنيا بشكل كبير فبيحسب لمحمد مدحت رحمه الله عليه. عايز اقول حاجه رحمه الله على محمد طبعا ان الزمالك الموسم اللي فات كان من اسوء المواسم على المستوى البدني يعني بعد ميسا كارترون ولايه فيريرا هو كان معاه معد بدني وما كانش معد بدني اصلا يعني للاسف الشديد هو ما كانش راجل شغال يعني في بلده. خلينا بلاش نتكلم على حد هو خلاص مشي ما بقاش موجود احنا بنكن كل الاحترام وكل التقدير لكل الناس خلينا نتكلم على الناس اللي موجوده. ما هو الشغل اللي اتعمل السنه اللي فاتت دي كانت مشاكل كبيره جدا في الفرقه ودي اللي كانت مخليه الفرقه حتى شكلها مش كويس. موسم مستر كارترون بيشتغل بدنيا على اعلى مستوى يمكن عشان اتعاملت معاه فده اللي بيفرق. ما الناس السنه اللي فاتت كانت مش عارفه ايه اللي بيحصل في الفرقه كان لعيبه كتير جدا كويسه ظهرت بشكل سيء جدا جدا يعني فان الجانب البدني مهم جدا جدا كمان في الوقت اللي زي ده يعني هو عجبني في فكره انه خرج زيزو وخرج اكتر من لاعب يحافظ عليه واحمد حمدي يحافظ عليهم نسبيا فلا الجانب البدني مهم يعني زي ما اتكلمت النهارده هو حتى الراجل اتكلم قال لك احنا هنشتغل ريكفري كتير لازم من طول الفتره اللي جايه بتنزل بالحمل كمان في الوحدات التدريبيه بتبدا تنزل بالحمل كتير جدا حتى ممكن ما يبقاش فيه غير تمرين او اتنين بس على المستوى البدني خلال الاسبوع الباقي بيبقى تكنيك اكتر وتاكتكس يعني نوع خططيه. الجزيري بياكد اهميته في كل مباراه. الجزيري لعيب انا من وجهه نظري انه افضل مهاجم داخل القاره يعني ده وجهه نظري على المستوى الشخصي حتى التكنيك بتاعه كمهاجم مش كتير عنده نفس التكنيك بتاع الجزيري. كره الاهلي الناس اختزلتها بس في اوت وكده لكن الكره ما كانتش سهله خالص. فكره ان انت الكره بيجي لك في وسط الزحمه دي كلها هو اصلا كان ملتحم في الكره الاولانيه لسه قايم اساسا كان واقع على الارض فدي كلها تفاصيل بتدل ان هو مهاجم كبير. الكره خدها فريست تايم بشكل كويس على فكره الكره دي صعبه جدا. طيب في الملعب نكمل كلامنا ولكن لازم اطلع الفاصل تمام. فاصل ونرجع نكمل كلامنا مع كريم محمد المحلل الرياضي. بقى الترحيب بحضراتكم من جديد. كريم مباراة سموحة يوم الاحد اللي جاي ان شاء الله كيف يتعامل جوزيه جوميز او ايه الجديد اللي هيقدمه جوزيه جوميز لنادي الزمالك في هذه المباراة؟ مش هيبقى فيه جديد يعني اعتقد انه هيلعب بنفس التشكيل ممكن بس يبدا بمهاجم يعني مهاجم 9-9 لان كابتن احمد سامي اعتقد مش هيقابل الزمالك زي كابتن طارق. كابتن طارق من اجرى المدربين في الدوري المصري يعني شفناه حتى قدام النادي الاهلي وشفناه امبارح حتى الشوط الاول عمله قدام الزمالك الى حد ما كان كويس. فبشوف ان كابتن احمد ممكن يعني يقف تحت الكوره اكتر شويه هيحاول ان هو يروح في المساحات. كابتن احمد سامي من المدربين دايما ان هو ما بيجازفش عنده طموح ودايما بس ما بيجازفش يعني ممكن نفس مدرسه كابتن طارق العاشري شويه كابتن طلعت يوسف اللي هو دايما قدام الفرق الكبيره هفكر ان انا اخد نقطه مش اكتر من كده يعني لو قدرت ان انا اكسب. بس هو في الحقيقه فريق قوي جدا فريق سموحه فبالتالي المباراه مش هتكون سهله على نادي الزمالك يعني نادي الزمالك دايما الفرق اللي بتلعب قدامه بيكون في تحفظ كبير فعايز اعرف منك بقى كيفيه التعامل مع هذا التحفظ من جانب فريق سموحه ازاي هيقابله جوزيه جوميز. بص هو الماتش هيكون سهل على الزمالك ان شاء الله يعني سموحه انا اتفرجت عليها يمكن عشان انا بحلل الدوري في الراديو لا يعني شايف فريق سموحه عندها مشاكل كبيره جدا حتى ماتش المقاولين كانت ممكن ماتش يروح منها في الاخر خالص. قصدك في حته التمركزات الدفاعيه يعني وحتى الهجوم الحفاية. وحتى الهجوم بتاعهم يعني ما مش انا مش شايف من اول الموسم صراحه من اقل مواسم كابتن احمد سامي عشان اكون صريح يعني فانا شايف الزمالك لا يقدر انا الزمالك يلعب بنفس الافكار بس ممكن يلعب بمهاجم 9 اكتر شويه ممكن الجزيري يكون ليه دور في هذه المباراه. هيفكر شايف ان زياد كمال مهاب عاطف ممكن يكون ليهم ادوار لا مش من بدايه الماتش مش من بدايه الماتش ممكن لو احنا سجلنا مثلا جول واثنين ولا حاجه ممكن يبقى ليهم ادوار بدري شويه بس انا متوقع ان هو في حاجات كتير قوي يعني ممكن لو كنا في فيديو او حاجه نقدر نشرحها ولكن اللي انا بفكر فيه انه هيعمل جبهات زيزو وعمر انهم شغالين مع بعض الاثنين عاملين ثنائيه كويسه جدا الناحيه الثانيه الناحيه الثانيه ناصر انا بشوف ناصر كمان وينج بيشتغلها بشكل كويس انه بيخش لجوه الملعب بيقدر يجيد للنادي لعبته اكتر كمان فبيفيدك ان عنده مرونه اكتر فتوح انا بشوف ان دي المباراه دي من المباريات اللي احنا هنحاول نسجل من بدري
ونحاول نروح لاطراف الملعب. اي فرقه بتقف تحت الكوره صعب جدا انك تهاجمها، ده علم التدريب او علم التحليل. ما ينفعش خالص انك تهاجمها او تفكر تهاجمها تماما من العمق، لازم هتروح على طول لاطراف الملعب. الكروسات. لان اطراف الملعب هي بيبقى فيها مساحات، المساحات دايما موجوده فين يا احمد؟ اطراف الملعب، قدام اللاعبين، خلف اللاعبين، ما بين اللاعبين، لكن ما بتلعب ما بين الخطوط زي مثلا السرد باكين وسته وثمانيه في نص الملعب. ما بين الخطوط. فانت عشان خاطر تلعب فرقه واقفه بالشكل ده مش هتلاقي مساحات اصلا ولا قدامها ولا وراها ولا ما بين، لازم اطراف الملعب. الجزء بقى اللي هو ما بين سته وثمانيه والسرد باكين لنادي سموحه، الحته دي ممكن يكون فيها ثغرات ويخلق فيها ثغرات نادي الزمالك وتكون نقطه تحول في المباراه. ده في حاله ان انت عايز تخترق من العمق. هو لا، ممكن من الاطراف اكتر شويه. هو كابتن احمد بيعتمد على مبدا اسمه بريسنج تريبس، اللي هو بيخلي اللعيبه كلها واقفه جوه الملعب كوره كمان، لا وجوه الملعب، وتسيب المساحات بره بقى ما عندوش مشكله. واول ما الكره تتلعب على جبهه يبدا يروح يرحل ويضغط في الجبهه دي يعني. ولكن دي ليها حلول برضو، انك انت بتحاول تعمل الدياجونال باص او تغير الملعب بسرعه، دي بتساعد ان الكره بتوصل للوينج يروح على الباك واحد على واحد في اسرع وقت ممكن قبل ما الفرقه ترحل اصلا يعني. فهو راجل يعني يبتدي يشتغل كروسات بشكل كبير ويغير ملعب، زي فكره جول للداخليه. شوف احنا جمعنا اللعب ومره واحده الكره اتحطت لعمر جابر، فما بالك لو النهارده فكرنا ان نوصل الكره لعمر باص 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 باص، الفرقه دي هيبقى عندها مراحل ان هي ترحل اكتر. لكن لما بتعمل دياجونال باص او بتغير الملعب بشكل قطري بتقدر انك انت توصل بشكل سريع تضرب الفرقه قبل ما تفكر انها ترحل عليك يعني. استاذنك اروح لموضوع حلقتنا النهارده مع جمهور نادي الزمالك العظيم. موضوع الحلقه النهارده واهميه الفوز على البنك الاهلي في بطوله الدوري المصري. البدايه من عند كابتن طارق بيقول مساء الخير عليك يا كابتن، اولا فوز مهم جدا جدا للاستمرار في سلسله الانتصارات سواء في الدوري او بطوله الكونفدراليه، وهذا يبث في اللاعبين الثقه في انفسهم وفي الجهاز الفني للفريق. كل الدعم والتوفيق والنجاح لنادي الزمالك. اللي بعده ماهر محمد بيقول اهم حاجه 3 نقاط يخلي الفريق يرجع ينافس على مركز مؤهل لدوري ابطال افريقيا وينافس على الدوري ان شاء الله. يا استاذ ماهر اللقب يكون من نصيب نادي الزمالك، لان نادي الزمالك مش هدفه المربع، نادي الزمالك دايما هدفه البطوله. رمضان مسعد بيقول مساء الخير عليك يا احمد، فوز مهم ومعنوي برغم الضغوطات والاجهاد، بس اللعيبه قدها والمهم الاستمراريه في الفوز، ان شاء الله نحقق لقب الكونفدراليه. اشكرك يا استاذ رمضان. اللي بعده يا شباب، محمد الديري بيقول مساء الخير يا احمد، في البدايه مبروك الفوز على البنك الاهلي احد الفرق القويه في الدوري ومعاهم مدرب كبير وابن من ابناء الزمالك وهو طارق مصطفى، اهميه الفوز استمراريه النتائج الايجابيه وتحسين الترتيب في جدول الدوري والدخول في المنافسه، لان ده الوضع الطبيعي للزمالك، وكمان المشاركه في افريقيا الموسم القادم. وبكده نكون وصلنا لنهايه فقره موضوع الحلقه. كريم في الحقيقه انا بتشرف دايما بوجودك معايا. كلمه اخيره لو انت عايز، انا حاسس ان انت لسه في حاجه كده. لا خالص يعني، لا خالص، هو بس نتمنى الماتش الجاي نكسبه، عشان الماتش الجاي اكيد هيفرق معانا في ماتش نهضه بركان يعني. ماتش نهضه بركان هيكون صعب تحديدا مع محلل اداء مصري، واحد من افضل المحللين. اذا فوز معنوي مهم يدي دفعه لنهائي الكونفدراليه، ده اللي احنا اكيد بنتمناه. شكرا لك يا احمد، بتشرف دايما بوجودك معايا، وفي الحقيقه احسنت النهارده في تحليلك معانا، ودايما بنكون مبسوطين لما بيكون موجود معانا ضيف قناه الزمالك. شكرا جزيلا. مشاهدينا الاعزاء، وصلنا لنهايه حلقتنا للاسف النهارده مع ضيفنا اللي كان مشرفنا ومنورنا كريم محمد. اتكلمنا في العديد من الامور الفنيه والتحليليه فيما يخص الاداء الخططي والتكتيكي لنادي الزمالك في مباراه البنك الاهلي وايضا مباراه سموحه. ان شاء الله تكون من نصيبنا وتكون خير اعداد لنهائي بطوله الكونفدراليه الافريقيه. بكره ان شاء الله وحلقه جديده من برنامج أفضل.